زي ما شفتوا حضراتكم مشكله المواطنين في عزبه سويله محافظه القليوبيه. الحقيقه رحنا للمهندس خالد عبد العزيز مدير عام مشروعات الصرف الصحي بالقليوبيه علشان نعرض عليه المشكله ونشوف ايه الحلول المقترحه. تعالوا نشوف. بالنسبه لعزبه سويلم دي منطقه خارج الحيز العمراني سيتم تنفيذها بعد اخذ الموافقات السلطات المختصه من الهيئه التخطيط العمراني والمحافظه ومجلس مدينه ويتم اعداد الدراسات ليها ان شاء الله البدء في تنفيذ ان شاء الله يطمئنهم لان في خطه ان شاء الله بيتبناها السيد رئيس الجمهوريه والسيد الوزير الاسكان ومتوسله في الجهاز التنفيذي بتغطيه جميع قرى وعزب محافظه القليوبيه وعلى المستوى الجمهوريه ان شاء الله بخدمه المياه الشرب والصرف الصحي. في خطة مخطط عام للمحافظة إن شاء الله بتغذية جميع القرى والعزب. عزبة سويلم هي زي ما قلت لحضرتك هي محتاجة حاجتين: موافقة هيئة التخطيط العمراني بتحويز العزبة ودخولها الحيز العمراني إن شاء الله، موافقة المحافظة ومجلس المدينة بحيث إن شاء الله يتم إعداد دراستها إن شاء الله. يوافقونا بس بموافقة هيئة التخطيط العمراني بتحييز العزبة ودخولها الحيز، وإحنا إن شاء الله في غضون 6 شهور إن شاء الله يتم طرحها ودراستها وتنفيذها إن شاء الله.